اهلا بحضراتكم من جديد. بين الشخصنه والنفسنه والخيط الرفيع ده هتلاقوه ماشي في الخيط الرابط بين كل فقرات حلقه النهارده. لكن حتى والاهلي بيكسب وحتى والاهلي بيتصدر وحتى والاهلي بيوسع الفارق لا يخلو الامر من محاوله التقليل من هذا التصدر. هنقول لحضراتكم حتى الناس اللي بتحتفي غصب عنها ومضطره عشان تواكب رغبات الجماهير في اللي هي تشيد بقوه الاهلي وبصداره الاهلي وباقتراب الاهلي من الاحتفاظ باللقب، ما بيضيعش عليها المساله ان هي تحاول باستمرار تقلل من اللي حصل. خلينا الاول نستعرض بعض العناوين وبعض الفيديوهات الخاصه باداء الاهلي وفوزه بالخماسيه الاخيره على النصر، ونشوف بعديها حتى في ظل وفي غمرة هذا التفوق الأحمر الكامل لا يخلو الأمر من محاولات التقليل. مجلة الأهلي خرجت بمنشط وخمسة كمان، الله يا فرسان، بطل الدوري يسعى لزيادة الإنتاج السبت ويواجه الداخلية الأربعاء. ووليد سليمان بوعي شديد في حوار مهم له في المجلة بيقول الحديث عن انتهاء المنافسة في هذا التوقيت ضر جدا بمصلحة الأهلي. الاهلي لسه ما عملش حاجه. المباراه الجايه للاهلي مع الانتاج الحربي هتكون الساعه 8 مساء السبت ان شاء الله، وده الاسبوع 26. الاهلي بيتصدر ب 66 نقطه والانتاج بقياده الكابتن مختار في المركز السادس ب 36 نقطه. مباراه الاهلي والانتاج في الدوري اتقابلوا 12 مره، الاهلي فاز 9 مرات وتعادلوا 3 مرات. الاهلي ما سبقش ان خسر من الانتاج ولا مباراه. سجل الاهلي في مرمى الانتاج 20 هدف وسجل الانتاج في مرمى الاهلي 7 اهداف. كل المباريات شهدت اهداف ولم تنتهي اي مباراه بالتعادل بدون اهداف، يعني مباريات الاهلي والانتاج كلها لازم تهتز فيها الشباك. مع اقتراب نهايه الدوري والانتصارات المتتاليه للاهلي واقتراب الاهلي من الاحتفاظ باللقب هناك إشادات متنوعة احنا بنحاول نعرضها لحضراتكم، ليس بهدف الاستمتاع بإشادات الآخرين، لكن زي ما بيبقى في نقد وكشف عن السلبيات مهم جدا إلقاء الضوء على الإيجابيات عشان نبقى عارفين بقية الخبراء والمحللين والمدربين شايفين القوة فين وشايفين مصدر الإشادة المستحق بالأهلي فين. البداية مع الكابتن علاء نبيل في النيل الرياضي. كابتن علاء نبيل تحديدا كان بيتكلم ويقول لك الاهلي مهما تقدم يحب يزود، ولا يا كابتن علاء؟ صح. طبعا دي انا قلتها ما بين نشطتين لان واضح جدا من اداء النادي الاهلي ان هو عنده مقاومات البطوله. لعيبته عارفه يعني ايه بطوله، عارفه يعني ايه مكسب مباراه، عارفه يعني ايه نادي الاهلي. يعني عارف يعني الشوط الاولاني ثلاثه كلنا واثقين، يعني كابتن طارق وكابتن نيه كلنا واثقين ان في جون واثنين هيجي. فدي الثقه والقناعه دي ما بيجيش من فراغ، بيجيب اللي انت متاكد من الفرقه دي. ليه قلنا في قلنا الاسماعيلي بعد؟ لان الاسماعيلي مش مؤشر، مش فيش حاجه باينه، مش لعيبه، مش واخد بالك. لكن النادي الاهلي لا، حتى قلت لك لو تفتكر قلت لك ايه؟ قلت لك حتى اللي هينزل عايز يقول انا موجود اهو، موجود يعني حسام غالي ولا حسام غالي ونيدفيد نزل و يعني ده هو ده النادي الاهلي. طيب هو كابتن علاء نبيل وهو احد الناس اللي بتتحفظ يعني مش بيهرول في الاشاده ولا في يعني عاجبه او لافت نظره ان الاهلي لا يكتفي وده مقاومات البطل، لما يجيب جون عايز يجيب الثاني عايز يجيب الثالث لا يكتفي، واحنا قاعدين في الاستوديو بيقول عارفين ان في جون واثنين هيجوا وهذه سمات البطل. وكمان يعني له اشادات ببعض اللاعبين برضو، عايزين نشوف مين اللي لافت نظره في اداء النادي الاهلي. بحيي كابتن حسام البدري اكيد بجد، يعني بيعرف يختار كويس قوي يشرك اللاعب المناسب في الوقت المناسب بصراحه، ودي ميزه يعني. يمكن علي معلول اعتقد اللي هو
احسن باك شمال موجود في الانديه كلها. اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. ولما بيغيب بيبان الفرق يا كابتن. حقيقي يعني باك شمال من طراز لعيب سوبر. ايوه. تمام سعد سمير رجوعه مهم جدا للنادي الاهلي النهارده. اللي زاد قوي بقى ايمن اشرف. ده خلاص حجز. اللي زاد قوي وبعدين يعني عنده ميزه اللي هو اشول يعني بيلعب باك شمال وخلاص اثقل حته المساك في قلب الملعب. نص الملعب طبعا حسام عاشور عمرو السوليه رجع كمان حسام غالي في هشام محمد انت عندك ذخيره اربع لعيبه على مستوى عالي طبعا القدامانين دول بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد يعني بدل زي ما انت عايز بدل كل ما تبدل كل ما انا حقيقه بحيي كابتن حسام بدري وبقول له الف الف مبروك على يعني انت كان في عليك كلام الفتره اللي فاتت لكن انت صمت واثبتت للناس فعلا انت مدرب خطير. اشاده الكابتن علاء نبيل بالكابتن حسام البدري وبقول له برافو عليك انت تعرضت لانتقادات كتيره بس صمت واثبتت. هنا عايزين نقف عند ثلاث نقط. مستويات اللعيبه اللي الناس بتتكلم عليها بهذه الاشاده ايمن اشرف زاد قوي ده لفظ الكابتن علاء. فلان اتطور جدا. وليد ازارو لا اتغير خالص. ما هو كل ده يا جماعه شغل المدير الفني. هي دي بصمه وشغل المدير شغل الفني شغل فردي وجماعي باستمرار مع اللعيبه يعني في التدريبات. عشان كده النقطه الثانيه لما بتسمعوا كلمه اصل الاهلي باي مدرب يكسب بطوله كويس ماشي دي الثلاث اربع عناصر الاداره والجمهور والسيستم بتاع النادي وكفاءه اللعيبه وكفاءه المدرب لكنه فكره ان انا اقلل من دور المدرب علشان اقول لا الاهلي باي فريق او باي مدرب بيكسب بطوله ماشي كويس بيكسب بطوله لكن بمستوى ايه والتاثير على تنميه قدرات الافراد عامله ازاي ده دور المدير الفني فدور الكابتن حسام في تطوير اداء عدد كبير من اللعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بالشكل التكتيكي العالي ده اللي بيخلي الاهلي فارق عن اي فريق ده يحسب للكابتن حسام البدري بس مفيش فريق بيحقق كل ده الا اذا كان المناخ الصحي بتاعه على درجه عاليه جدا من التوافق بين مدير الكوره بين المدير الفني بين كل عناصر الجهاز الفني مجتمع مفيش نجاح بيجي لحد لوحده او لو في اي تنافر بين افراد الجهاز دايما وابدا الخير ما شاهد به المنافسون نشوف الكابتن طارق مصطفى ابن نادي الزمالك شايف دور الكابتن حسام البدري في اللي حاصل للاهلي ايه كابتن حسام البدري على فكره لما كانت الناس بتنقده جمهور النادي الاهلي تحديدا احنا كنا بنشيد بيه هنا ليه كنا بنشيد بيه لان هو بصراحه في الفتره الاخيره مش الاخيره بقى بتتكلم في اخر مثلا 10 12 مباراه تغييرات بصراحه كلها موفقه وتغييرات كلها ايجابيه بتقلب الماتش وعليك نور بتقلب المباراه وعايز ايه من التغييرات يعني في تغييرات انت بتبقى محتاج ان انت تقلب طريقه اللعب ودي حصلت كتير جدا ساعات كتيره جدا كان بيطلع الراجل الديفندر اللي هو المفروض بيدافع اللي هو المفروض حسام عاشور وبينزل لعيب تاني عايز يكسب المباراه اذا كان اللعيب ده عنده ناحيه هجوميه وبيجيب عبد الله السعيد فلا تغييرات كلها بصراحه تغييرات تحسب له اشوف برده كميه النجوم اللي عنده والناس اللي عنده كتيره جدا اللعيبه لا النهارده تحديدا هو لعب الناس اللي عايز يجهزها واحنا الكلام ده قلناه وقلنا قبل ما يغير قلنا هيدي حسام غالي قلنا هيدي مروان محسن والتغيير الثالث ممكن حسب الظروف هو ادى كلام كريم نيدفيد اللي هو ما بيلعبش عايز يديله فتره بعيد وبص بقى النقطه الايجابيه ان كل واحد بينزل وهو بعيد بيأدي بشكل كبير جدا شخصيه المدرب وانا دايما بقولها شخصيه المدرب 50% من في مصر تحديدا 50% من امكانياته شخصيه المدرب 50% في مصر عشان ما كلمه ان اي حد يمرن المجموعه دي يكسب بطولات ايوه ممكن يكسب اي واحد بطولات لكن تكسب باداء وبصمات واضحه وشكل منظم وفريق محترم لا هذا شغل جميل لمدرب يعني اجتهد كثيرا وانا اوان ان يعترف به الجميع طبعا نشوف بقى كابتن ضياء السيد كيف يرى الامر بعد مباراة النصر لأنه كان في فترة كده له بعض الاعتراضات تعالوا نشوف قال إيه
كابتن ضياء السيد، رايك ايه في هذه المباراه؟ وهل النادي الاهلي بيسطر تاريخ جديد من المكاسب من الاداء الجيد في الدوري الممتاز، ولا بتشوف الفوز ازاي النهارده؟ طب بشوف انه الاهلي ماشي في طريقه اللي هو محدده بالاهداف بتاعته، ازاي يحسم البطوله بدري، ازاي حاطط تارجت قدامه انه فاضل عدد من النقاط. الاهلي عايز 10 بونت بس دلوقتي بعد مباراه النهارده، عايز 10 نقاط، 10 بونت من 10 ماتشات. بالظبط بالظبط. فعشان كده بتلاقي الهدف واحد، بتلاقي كل اللعيبه واحده. يعني طارق وعلاء بيقول لك حتى اللي بينزل بتلاقيه عايز يثبت نفسه وعايز يعمل حاجه، فبيبقى مستواه عالي، لان هو الهدف واحد، الهدف انه ان احنا نحسم البطوله، الهدف ان احنا نلعب ونأدي بشكل كويس، هدف مكسب بس، بقى اصبح هدف مكسب واداء. دلوقتي بقى خلاص، يعني النادي الاهلي حط فرقته في 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 مكان انه الجمهور ما عايز كمان اللعب الكويس، عارف انه بيكسب بس عايز كمان لعب كويس. بقى الحاجة الكويسة ان الفرقة دي بتتعمل من سنتين. كابتن ضياء، يعني برضو على نفس الحكاية، انه الاهلي محدد تارجت بتاعه، محدد هدف. وعلى فكرة الجزئية ديت مفتقدة في معظم الاندية باستثناء الاهلي، لما بيبدأ المسابقة عنده هدف رئيسي هو الفوز بالبطولة، محدده واضح ومفهوش فصال. الزمالك عنده نفس الرغبة في انه ينافس على البطولة. بقية الاندية الحقيقة التارجت بتاعها مش واضح. ايه الاهداف بتاعت بقية الاندية المشاركة في الدوريات اللي بره يا باشمهندس؟ كل نادي الاونرز او الملاك بتوعه عندهم اهداف، عايز يلعب السنة دي عشان يحسن وضعه، عشان ينتقل لمرحلة تانية في حقوق الرعاية بتاعته. فلو خطس الليمتين هو ده هدفه، او عايز يعرض 3 لعيبة للبيع، فبالتالي داخل للمسابقة السنة دي وعنده هدف تسويقي متفق عليه، او عايز ينتقل يشارك في دوري ابطال اوروبا، او يدخل في الدوري الاوروبي. يعني عنده اهداف واضحة بين المدرب وما بين الادارة او الملاك. احنا هنا محدش عن الموسم بيبدأ، ممكن ترجع للجرايد قبل الدوري ما يبدأ باسبوعين، كله هينافس على الدوري وكله عشمان في المربع الذهبي. تبدا المساله هدف يا اوكي، بس قدراتك لده ايه؟ هل ده هدف معنوي ولا انت عندك القدرات لده؟ انت بتعلن كلمه علشان تراضي الناس وتراضي الجمهور، احنا داخلين السنه دي وهدفنا المربع الذهبي، الكلمه المطاطه اللي بتتقال للكل، وكانه المربع هيقعد فيه 16 نادي. شويه بشويه تبدا الامال تتهدد، فتوصل لمرحله المنطقه الدافيه. في نص الموسم هدفنا المنطقه الدافيه، بعد كده هدفنا النجاه من الهبوط، هدفنا نستمر في الدوري السنه دي. يعني لا لا، يعني لا، في فرق خلاص اهدافها معروفه. يعني بتيجي تقول لي سموحه والمقاصه والمصري، الاهداف المعينه في البدايه المنافسه، هو عايز ينافس بس هو عارف ان هو مش ما بيقولش هكسب الدوري، لكن هو المنافسه والتواجد في المربع الذهبي. الخمس فرق دول تحديدا بيشتغلوا على هذا الكلام، ما عدا المقاصه يمكن شويه، لانه يعني غير جلد، يعني بدايه من المدير الفني لكذا لعيب مهم خرجوا، واخد بالك، ما اللي دخلوا ما عوضوش هذه الغيابات. لكن انت لما تشوف المصري، ما هو ماشي في السكه دي، الاسماعيلي ماشي في السكه دي، تعثر بعض الشيء، لان برضه الاسماعيلي حصل له حاجه غريبه شويه، يعني دي صابر ده وهو ماشي بيحقق النجاح هايل، راح ماشي مره واحده وديته اوغندا. انت والنبي الهزار ده بيلبس عند الناس والله، صح؟ اوغندا هم ما رنش اوغندا على فكره، راح اوغندا ما اتفقش. فتستغرب الراجل ده مشي ليه؟ يعني شاف ايه اللي خلاه مشي؟ لا اتقال ان هو قال للمهندس ابراهيم عثمان ان جاي لي كذا وعايز كذا، قال له لا، قال له بس هو ما كانش دخلت في دور، هم بقى ساعتها قال لك الاهلي مش الاهلي، عشان ده الكلام الرخيص اللي بيتقال في كل، عشان زرع مشكله بين الاهلي وبالاسماعيلي. لكن اللي بيحصل ان لا، الاسماعيلي النهارده طبعا مؤكد عنده هدف الاحتفاظ بالمركز الثاني، المصري يتطلع للمركز الثاني، الزمالك النهارده انه ده حقه التاريخي من المنظور الواقعي عايز يحقق المركز الثاني، لان المركز الثاني بيتوح للفرق دي
المشاركة في دوري الأبطال. أيوه. يعني مش الكونفدرالية. فأنت هو قفز النهارده الزمالك للمركز الثاني، فاز 2-1، يعني انتهت مباراته مع النصر بالفوز 2-1. في فرق لسه، يعني المصري هيبقى له ليه 3 ماتشات، المصري والإسماعيلي هيبقى له ماتشين. أيوه. الزمالك ما هو شوف الزمالك مؤكد ان اللي كان حاصل له الفتره اللي فاتت مش طبيعي. ايوه يعني برضه وان كان يعني هو الماتش خلص 2-1. 2-1 برضه ده مش طبيعي، يعني ما زال النغمه. لا بس في حاجه طبيعيه، النصر كان له ضربه جزاء وما اتحسبتش، ده الطبيعي. انا مش قصدي كده، هنشوفها. لكن انا عايز اقول ايه، ان ان ان, إن حتى يعني بيحقق اهداف يعني زي الفوز في معارك، ولكن الهدف الاستراتيجي لم يتحقق بعد. فاللي انا عايز اقوله، لا في 4-5 انديه بيبقى لهم اهداف. هدف النادي الاهلي مختلف، لان هدف النادي الاهلي لا بديل عن المركز الاول. ثم بعد المركز الاول التطلع الى الاداء والمكاسب والكلام ده. نرجو التوفيق للجميع، لان الدوري المصري دوري قوي. النهارده النصر وهو يخسر 5 من الاهلي كده يعني تقدم على الزمالك وما تحسبلوش بنالتي، وضيع يعني فرص كتير. يعني الدوري لا مش خفيف. لا طيب، العناصر اللي الكابتن حسام البدري بيدفع بيها بتثبت كفاءتها وبتثبت قدراتها وبتثبت احقيتها في نيل ثقه المدير الفني. 3 من هؤلاء اللاعبين نالوا ثقه وراي واشاده الشيخ طه اسماعيل. نشوف. مفيش شك طبعا، لعيبه في النادي الاهلي كل واحد عايز يثبت وجوده نمره واحد، وكل واحد بيدخل في هذه المنظومه بيحاول بكل ما اوتي يؤدي واجباته بشكل كويس. حتى لو ما في 3 اهداف، جت فتره من الفترات الاداء يعني ما بقاش فيه شراسه هجوميه، لكن بعد كده ابتدى النادي الاهلي من جديد تاني وسجل 2 على 3. لكن الشيء الملفت في هذه المباراه، اولا نمره واحد حمودي ساهم في الجول الاولاني ضربه الجزاء، وساهم في التمرير لازارو الجول الثاني، وساهم في الجول بتاع صلاح محسن. فيعني حمودي عمل النهارده حاجات عظيمه جدا في الاسيست اللي اتعمل. هو صحيح ما سجلش هو ولا هدف، ندفت حتى لما نزل كبديل ساهم في ان هو سجل الهدف الخامس. المكاسب الكبيره انه في لعيبه كتير خدت فرص. صلاح محسن اثبت ان هو لعيب جيد جدا وعنده امكانيه كبيرة جدا في الكورة، استقبال كويس، سرعة، بيتعاون مع زمايله، سجل هدف كويس. صلاح محسن بالدرجة الأولى نمرة واحد، لأنه يفرق كتير قوي. واحد جاي بهذا المبلغ الكبير 40 مليون وكلام بحالة كبيرة جدا، طب ده هيعمل إيه؟ فهو الحقيقة ميدانيا بينقل كويس، فدي كلها مكاسب للنادي الأهلي إن هو أشرك مجموعة كبيرة من اللعيبة، وفي نفس الوقت فاز، وفي نفس الوقت مأمن نفسه في الدوري بشكل عظيم جدا. يعني الشيخ طه لفت نظره ان حمودي بصم على 3 اجوان، ان صلاح محسن يعني ادى اماره، ادى أيوة. اماره، اظهر مؤشرات تقول انه لاعب. بالمناسبه احمد حمدي اللاعب صانع الالعاب الواعد جدا هو مصاب الفتره الاخيره، لانه في ناس كثيره بتكتب ازاي كابتن حسام البدري في الفرص اللي بيمنحها لغايه دلوقتي اتاخر في منح احمد حمدي. حمدي مصاب، وبالتالي اعتقد عند جاهزيته اكيد هيكون له دور باذن الله. طيب تشوف الفيلسوف ايمن يونس يهمنا هيلمس على ايه. لا، رايي من نتيجه المباراه، سيطره، قوه، فاعليه، فرصه. لعيبه كتير اتعاملت مع المباراه على انها فرصه، ازاي اكون موجود فيها في الملعب. لعيبه مش موجوده طول الدوري في التشكيله الرئيسيه او الرسميه للنادي الاهلي، لكن النهارده حطوا نفسهم في فكر حسام البدري في المرحله القادمه. حمودي واحد منهم، لعيب درجات وجوده او حضوره مع الاهلي كانت مش موجوده، انتهز فرصه المباراه. ده عشان كده مهم قوي، بنقول الكلام بس مش لعيبه الاهلي، لكل لعيبه مصر، لازم تبقى، مش معنى انك مش بتلعب لكن لازم تبقى جاهز، لان لو جات لك مباراه فرصه هو ده الوقت المهم اللي لازم تثبت فيه نفسه. لعيبه كتير قوي من النادي الاهلي
احترموا الفرصة، أدوا فيها بشكل رائع جدا، وأبرزهم حمودي عملها بشكل كويس. صلاح محسن درجات التجاوب الجماعي بتاعته بتتحسن بتتطور، لكن لمسته حلوة محترمة، يبين له قدرات، لعب له قدرات، لكن لسه لم تتفاعل مع المجموعة. أعتقد المكاسب كلها لحسام البدري، 13 فوز أعتقد النهاردة على التوالي، وده رقم شخصي لحسام البدري جديد ما حققهوش قبل كده، بس النهاردة بيقدر يحققه. ذكاء حسام البدري أنه هو ريح لعبته، تقدر تقول عليها روتيشن أو تغيير، أو تغيير للفكر والأسلوب إجباري. لكن أجمل ما في حسام البدري أنه ما بيغيرش طريقة لعبه، 4-2-3-1، استغل أجايه النهاردة بشكل مختلف، لكن الشوط الثاني أجايه طبعا أداه بشكل مش كويس. طيب 13 فوز على التوالي، ده رقم شخصي لكابتن حسام البدري اللي بيأكد على انه عنده هذه الرغبة دايما في تطوير الاداء وفي الدفع باكبر عدد من العناصر وفي التمسك بالجماعية وبطريقة اللعب بتاعته، وقال لك حسام ما بيغيرش، هو 4-2-3-1 بنفس عناصرها بنفس فكرها، طبعا مع اختلاف بعض المهام للمباريات حسب قوة المنافس وعناصره. بس خليكم فاكرين كل هذه الإشادات بالعناصر الفردية مش جاية من فراغ. وليد أزارو اللي أداؤه تطور من بداية الموسم والناس كلها بتشتكي منه وبتشتكي من إهداره الفرص وتحركاته وأخطائه لهداف الدوري. جونيور أجاييه شوفوا بدايته، ولو فكرناكم بكلام ناس كتيرة أو من المحللين والخبراء والصحفيين حوالين أداء جونيور أجاييه في بدايته وما انتهى إليه أجاييه، هتشكروا الجهاز الفني ودور حسام البدري فيه بشكل واضح، وهكذا بقية اللعيبة. تأكيدا على دور حسام البدري عزيزي إبراهيم، أيوة، أنك أنت بيجيب لك أسماء تفاجأ الجمهور، يعني يقول لك يدخل ناس فجأة كده لكن هو شايفهم في التمرين، ايوه، وقايسهم، ايوه، وعارف يعني انهم قادرين على ان يدول اللي هو عايزه في المباراه دي، ايوه. دي نقطه مهمه جدا، صحيح، انك انت مش انت وانت قاعد في الاستوديو او قاعد بره بتتفرج كجمهور او على صفحات التواصل الاجتماعي تستطيع ان ترى ما يراه الجهاز الفني. هو شايف حاجات معينه، أيوة. والتوقيت اللي بيزق ده وبيزق ده وبيزق ده يقول لك اصل هو لاعب فلان وجاب جون وخطفه يا اخوانا، لان في لعيب تاني عارف ان المباراه دي تناسبه اكتر. انا الاوان ان نثق في فكر وتوجه واخلاص الكابتن حسام، لانه هو جدير بكده، التجربه كلها، يعني حتى النهارده كل الناس بتشيد، النهارده نشوف الكابتن وليد صلاح بيقول ايه برضه، هتجد برضه القاسم المشترك في الاشاده الكابتن حسام البدري، نشوف الكابتن وليد صلاح. هاخد من كلام الكابتن حسام البدري تحديدا فيما يخص وليد ازارو، الناس كلها ملاحظه ان وليد ازارو بدا نسبه التهديف بتاعته تزيد. وليد ازارو كان ينقصه فقط التعامل الصحيح مع الفرص اللي بتجيله، احنا ملاحظين دلوقتي ما شاء الله وليد ازارو اختياراته وقراراته اتعدلت بشكل كبير جدا. كابتن حسام قال انتوا شايفين كلكم مدى التطور في اداء وليد ازارو، فده باين شغل الكابتن حسام البدري في التمرين واضح. بص دي الاثنين بيلعبوا بالرجل العكسيه، دي مش رجل حمودي الاصليه، وبعدين وليد عدل كويس قوي ودي لازم تتحط بالشمال فحطها بالشمال. كان الاول وليد ممكن يغلط في دي، يحب يحطها باليمين بوش رجله. الثقه يا كابتن ما بتجيبش قوه، الثقه بتجيب هدوء في الصندوق دايما. صح كلامك مظبوط، بس كمان الاختيار الصحيح للقرارات، يعني دي تتعمل كده اعملها كده، واحدة تانية تتعمل على مرة واحدة اعملها. عجبني كمان تنفيذه لضربة الجزاء، ضربة الجزاء بقى اللي فيها ثقة، فيها ثقة شديدة، لأن لعيبة قليلة قوي اللي بتشوط كرة كده صاروخ من ضربة الجزاء، بيعملها ميسي، بيعملها كريستيانو، اللي هو إن أنا آخد قرار التصويب في زاوية. وليد أزارو شوية بشوية بيتألق. إذن وليد أزارو يتطور، وفي اشاره وتصريح مش تلميح ان ده شغل فني عمله الكابتن حسام البدري اللي اصبح في اجماع على دوره واهميه دوره وقدراته. ولكن كابتن طارق مصطفى برضو
حب يرجع للاسباب اللي الناس تحب تقولها، اصل الاهلي بيلعب على ارضه، اصل الاهلي افضل الوحشين، اصل فتعالوا نشوف هل اتفق الضيوف معاه زملائه في النيل رياضة ولا لا. تعالوا نشوف كابتن طارق مصطفى في هذا الفيديو. بس انا عايز ارجع لك لنقطه انت قلتها، ليه الاهلي كده او ليه او الاهلي هيفضل كده، الاهلي هيفضل كده ليه، الاهلي هيفضل كده لان مع احترامي لاتحاد الكوره ومع احترامي للامن ومع احترامي للمنظومه كلها، لازم يبقى في عدل في كره القدم، لازم يبقى في عدل. ايه هو العدل؟ ان انا نادي المصري لازم يلعب جوه وبره. تقوليش المصري يلعب على ملعبه في اسكندريه على طول دايما يلعب الماتشات كلها. لازم نادي الزمالك بالظبط، لازم 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 نادي الزمالك زي ما يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه الاهلي يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه، تكافؤ الفرص. لازم لما الزمالك يلعب الاسيوطي لازم الاهلي برضه نفس الشيء. ايوه هو ده، هي قرار الكره، ده قرار الامن. لا قرار، ما بص هي ساعات انت بتقول قرار الامن وممكن ما يكونش قرار الامن، يعني لازم الانديه كلها يبقى. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انت عارف المصري مش لاعب ماتش بتاع افريقيا على ملعبه في بورسعيد صح؟ والجمهور كان الاهلي الامن مش موافق انه يلعب ماتش افريقيا في الاستاد. ليه المقاول العرب عنده، المقاول العرب عنده ملعب رسمي بيقول له روح ضد العرب على افريقيا يا كابتن ضياء؟ بيقول له لا القاهره فيه بس 1000 متفرج. لا لا قال له روح برج العرب، او برج العرب ده عدد اكبر من يعني مصري لعب في بورسعيد والاستاد اتقفل، الاهلي مش عارف يلعب في الاستاد. شو قلت لكم؟ مش هنكمل كتير. مهما كانت المساله هتبصوا تترمي حته نفسنا قد كده، بعد ما الدنيا تهدى وبعد ما الفرح النور يطفي شويه تترمي حته نفسنا. ما هو اللي بيحصل ده قصه علشان الاهلي مفيش تكافؤ فرص، والاهلي بيلعب كل ماتشاته في ملعبه. وبعدين لو كان في عدل، طب الزمالك راح لعب مع الاسماعيلي، هيروح يلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ الاهلي ما يروح الاسماعيليه. والجمله ما بتكملش، ودي المشكله. ما هو الاهلي لما لعب الاسماعيلي، الاسماعيلي ما جالوش القاهره، وده قرار امن لظروف بورسعيد. لعبوا فين؟ الاهلي ما لعبش مع الاسماعيلي في القاهره عشان يبقى الاهلي لازم يروح للاسماعيليه. يلعبوا في برج العرب الاثنين؟ طب ما يلعبوا في في الاسماعيليه، ملعب محايد للاثنين. للاثنين هو ده تكافؤ الفرص، لعبتك في الملعب وهلعب هتلعبني في الملعب نفسه. لكن الزمالك الاسماعيلي جاله القاهره، الاسماعيلي جه مع الزمالك في القاهره، فلما الزمالك يروح له الاسماعيليه هو ده التكافؤ، لان التكافؤ بين الفرقتين. عايز تشوف صوره معينه تثبت فيها انك مظلوم. بالظبط. لا انه يعني كده علشان بس يعني هو برج العرب ملعب الاهلي، ملعب الاهلي ولا بتروسبورت ملعب الاهلي ولا دفاع جدو الجو ملعب هو لا، البحث عن سبب اخر يعني في خضم كل محاولات، لان صدقوني هي مؤقته جدا، في لحظه واحده هتبص تلاقوا الدنيا رجعت لوضعها. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ في المسا، احترام المنافسين كلمه السر في الاهلي، ودي مساله برضو بالغه الاهميه. قال ان احنا بنلعب للفوز دايما ولدينا البدائل في كل المراكز. الخلاصه عناوين المسا ديت فعلا خلاصه سبب تفوق الاهلي. سيبوكم من اي نفسانه تانيه، الاهلي بيحترم منافسينه، بيحترم منافسينه، بيتعامل مع كل المباريات بالجديه الكامله، بيتعامل. الكابتن علاء نبيل قال لك ميزه الاهلي انه ما بيشبعش، ما بيكتفيش، بيجيب جون لازم يجيب الثاني والثالث والرابع، ودي مساله في شخصيه البطل. لكن فكره انه الهدف الواضح انه دايما وابدا اللعب للفوز، الحاله البدنيه يا باشمهندس، لانه لفت نظري رقم من كام يوم، تقريبا الاهلي من ضمن اهدافه اللي جايبها السنه دي في اعلى توقيت سجل فيه اهداف الدقيقه 90. دقيقة 90 وما بعدها هي أكتر فترة الأهلي سجل فيها هدف، تقريبا 19 أو 20 هدف من كل الأهداف اللي سجلتها. رقم ملفت للنظر الحقيقة. فأنت لما يكون أنت بأفضل توقيتاتك أو أكتر وقت سجلت فيه بعد الوقت الأصلي، ده دليل أولا اختبار الروح العالية، اختبار للقوة البدنية بتاعتك، لياقتك كاملة جدا، إصرارك موجود، بتسجل أكتر أهدافك بعد المباراة ما بتخلص. هي ديت مقومات شخصية الفريق البطل بجد. وقال الكابتن سيد ان احنا عندنا البدائل في كل المراكز، وده سبب برضو من اسباب التفوق اللي الناس ساعتها كانت قالت الاهلي جايب لعيبة كتيرة ما بيستخدمش لعيبته، وديكوا شفتوا القرار المفاجئ لاتحاد الكرة، ولازم ناخد رأيك، انه السنة الجاية 25 لاعب، وشفنا انه الزمالك معترض وقال لك لازم تبقى تدريجية، يعني
تتعمل السنة اللي بعديها. أنا بعيد الزمالك. ما ينفعش كل سنة يعني هو أنا بشتغل، أنا مش نادي محترف، أنا مش نادي بتعاقد، أنا مش نادي برتب أوراقي، هو أنا بشتغل شهر بشهر. أنا بخطط، أي الأندية الكبيرة بتخطط لنفسها 3-4 سنين قدام. فكل ما أعمل تعاقدات مرة تطلعني 30 ومرة 35 ومرة 25، إيه البلبلة اللي إحنا فيها دي؟ وبعدين البطولات أفريقيا 30 لعيب، يا سيدي خد اللعيبة وعيرها، محدش بيقول لك ما تاكلش أكتر من طاقتك. لكن ومحدش بيجبرك إنك تشتري 30، لكن مسموح لك تشتري 30. أنا يعني في هذه المرة أنا بأيد الزمالك، وكان ينبغي على الأهلي برضو في رأيي يعني أن يتمسك أن النظام مش كل سنة يتغير، مش كل سنة يتغير. يعني على الفترة انتقالية تنتهي فيها العقود، يعني تقول مش من السنة دي، من السنة اللي بعديها هنعمل كذا. أو أنا بقى ما تعاقدش، أو ما أخرج مثلا 10 لعيبة أجيب 3، فاهمني؟ التخطيط يا جماعة، التخطيط. طيب برضو في ذات الصلة، اتحاد الكرة أعلن أنه في مسابقة، مدامنا اتكلمنا على التخطيط، عايز يعمل مسابقة دوري الممتاز به، فكرة رائعة جدا. أنا هعمل فريق أو مسابقة اللي بعد الدوري الممتاز على طول، الممتاز به 18 نادي هيتشكلوا من، أنا عندي القسم الثاني دلوقتي اللي هو أول مسابقة بعد الدوري الممتاز، دول فيها 3 مجموعات، فهياخد 6 الأوائل في 3 ب18، 3 بيصعدوا للدوري الممتاز وبينزل 3 من الدوري الممتاز، يبقى في مسابقة جديدة موازية دوري محترفين به، فيه نفس العدد بتاع الدوري الممتاز. الفكرة أكثر من رائعة، لأنه إن أنت تتكلم على دوري القسم الثاني اللي بيطلع يفرز مباشرة للدوري الممتاز، يكون 3 مجموعات بهذا العدد الكبير والملاعب غير الصالحة، ولا في قناة بتشتري عشان تذيع 3 مجموعات في عموم الجمهورية، ولا في مسابقة بالشكل الاحترافي. برضه أنا موافق على الاقتراح ده، وأنا فكرت فيه في وقت طويل وقلته وأنا أعد اتحاد كورة من زمان يعني. قلت إن المسابقة التالية للدوري الممتاز لازم تبقى قوية جدا. صحيح. ولازم تبقى ليها قيمة تسويقية. وعلى فكرة النظام ده ما فيهوش ظلم. أيوة. لان انت هتاخد 6 الأوائل اللي هيتفرزوا نتيجه بالضبط. موسم طويل. ايوه. وهتضيف على يعني 3، هتاخد 3 الأوائل اللي بيطلعوا مع والثلاثه اللي هينزلوا مع الثلاثه التانيين، ادي 6 فرق. في 3 مجموعات ادي 18. ال6 فرق التانيين بقى، ولا شوف الكام فرقه التانيين، يتعمل بيهم دوري اخر وبيصعد لهم من تحت. هتلاقي الدنيا ماشيه. هتلاقي الدنيا ماشيه. ده هو استحدث مسابقه للقسم الرابع بقى، يعني هيبقى في الاخر في درجه اللي هي الدرجه الاخيره اللي كله بينزل عندها. اللي بينزل عندها واللي هي دلوقتي هتبقى بديل عن الدرجه الثالثه، الدرجه الثالثه هتبقى بديل عن الدرجه الثانيه. انت عملت مسابقه وسيطه رفعت بيها المستوى من تحت. انا رايي يا ربي ما يتحكموش بقى باغراض انتخابيه. ايوه. يجي لك هم عندهم الرغبه الحقيقه، وخدوا فيها توجه او اعلن. بس اتفرج على المزايدات في حته الانديه. اولا الاتحاد قال لك انا لو عملت مسابقه بهذا الشكل وبهذه القوه هقدر ازيعها، هقدر اسوقها، حقوق البث بتاعتها تتباع برقم كبير جدا. رقم 2، هجيب 100 مليون جنيه تتوزع على ال 18 من الشركه الراعيه، لانه فجاه انا اوجدت له مسابقه جديده جديره بالرعايه. الشركه الراعيه هتبدا تعمل تعاقدات على الرعايه مع هذه الانديه. هذه الأندية محترفة بجد، فهتبدأ تدور على ملاعب صالحة، هتدور على خامات لاعبين من دوري مراكز الشباب ومن الأقاليم، وانت عندك، انت لسه جاي، هو هيبقى دوري أضواء برضو. بالظبط. يعني كل اللي تحت ده هيبقى عنده حافز جديد، مش ضروري ممتاز. مسابقة موازية. كنت امبارح بتكلم مع كابتن ربيع ياسين والكابتن محمد رمضان على الفكرة دي. فرمضان الحقيقة قال لي انا كنت مقدم من زمان اول الدكتور عمارة طلب مني وهو مسك القطاع الناشئين في الاهلي تصور على فكره النهوض بالكره والمسابقات، فقال دي كانت جزئيه من جزئياتها. الجزئيه اللي موازيه ليها انه يبقى في دوري الشباب مرتبط بالدوري الممتاز.
بمعنى ان احنا انت بتتكلم النهارده الاهلي هيلعب مع الانتاج الحربي. طيب لو انت فريق 20 سنه في الاهلي لعب مع الانتاج الحربي قبل مباراه الفريق الكبير بساعتين ثلاثه، نفس الفرقتين يلعبوا، نفس الفرقتين بنفس الجدول على نفس الملعب قدام نفس الجمهور، الجمهور اللي داخل بدل ما بيتفرج على ماتش يتفرج على ماتشين. كل دي افكار قديمه، واخد بالك؟ ولكن كلما تجد نفسها امام التنفيذ يطاح بها. طيب. كلها حاجات كويسه. طيب. كلها حاجات كويسه. هتلاقي بص هتلاقي العناصر الشباب المدرب بتاع الفريق الاول هيشوفهم، فعندك فرصه للعرض. نفس... طب استنى، اللعيب نفسه اللي حي... وعلى فكره ده في الستينات كان كده. كان بيتلعب الماتشات قبل الماتشات الكبيره. ايوه. وكان الكابتن لطيف يقول لك وعابد وبليه الاسمر ومش عارف ايه. انا متذكر وانا صغير. الناشئ اللي هيشوف جمهور وهيتعود عليه. وعلى ملاعب كويسه. وعلى ملاعب كويسه وعلى تحكيم كويس وعلى اعلام هيبص عليه. متابعه من كوتشات كبار ومتابعه من الاعلام وتسويق وتسويق مفيش اي مفيش اتحاد مشكلة. الكره اذا اراد الافكار الموضوعيه هي موجوده بس ينفذها. يعني بفكره زي ديت بتضيف دور القسم الممتاز به، ادي مسابقه موازيه. تضيف دور الشباب موازي للدور الممتاز ودور الشباب موازي لدور القسم الثاني بس او به. ثلاث مسابقات جديده بقوه عاليه جدا جدا. شوف انت بقى هتجيب مناجم من الاقاليم ازاي. بالظبط. شوف الفرص اللي هتاخدها من دوري مراكز الشباب قد ايه. الناشئين اللي هيلعبوا في التلفزيون قدام الناس ويشوفوه. يعني عارف ما فيهاش صعوبه الا في حاجه واحده. الانديه الخملانه قوي اللي مش عايزه تتحرك. ما هو ده اللي مستني بقى انك انت مره تخليها لي 30 و35 تاخد الرديف. ده غلط. والمتاجره بالصعيد، لانه الحقيقه برضو دايما في الصعيد في ناديين ثلاثه هم اللي بيصعدوا وتاني سنه ينزلوا ومحتكرين المساله، بينما الانديه الشعبيه الحقيقيه زي المنيا وزي فرقه اسيوط وزي سوهاج وزي شبان قنا، الانديه الشعبيه بجد ما عندهاش امكانيات. ده مغغه، ده منجم. ما عندهاش امكانيات. فطب يا جماعه يعني ما تدوش الصعايده سمكه، علموهم يصطادوا. يعني بدل ما انت تديهم نفحه انك ضامن لهم كوته زي كوته المراه في البرلمان، ان الدوري الممتاز لازم أن يبقى فيه فرق من الصعيد، يا فرحتي، لان هي قاصره على اللي عنده امكانيات. يصعد سنه هو وظروفه وينزل وبعد كده هيصعد تاني، تفضل متداوله بين فرقتين ثلاثه. لكن لو انت فعلا عايز تعمل تنميه رياضيه مستدامه في الصعيد، لا اعمل برامج تدريب، اعمل اكاديميات، ادي مدربين، ادي امكانيات، وادي شركات راعيه تبدا ترعى الملاعب بتاعه الصعيد وتوضبها. ساعتها هتلاقي فعلا الصعيد ممكن يبقى منه فريق واثنين وثلاثه. لكن كوته الصعايده ديت مساله يعني اعتقد بتخدم ناديين ثلاثه هم اللي بيتاجروا بيها، غير كده ما اعتقدش ابدا المساله في الصالح العام. المصري اليوم، الاهلي يفقد الصعيد اسبوعين وازارو يدخل التاريخ. يعني هو إصابة عبد الله السعيد مستمرة، ودخل المصري اليوم، دخل وليد أزارو تاريخ بطولة الدوري المصري بعدما بات اللاعب العربي الأكثر تسجيلا للأهداف في البطولة بعد هدفي الاثنين في شباك النصر رفع بهما رصيده إلى 16 هدف. حطم أزارو رقم مهاجم الزمالك اليمني علي محسن اللي كان عنده 15 هدف في موسم 60-61 كعربي. يعني وليد أزارو عنده الفرصة لتعزيز رقمه عشان يكون أفضل لاعب عربي سجل أهدافا في الدوري المصري، ويفصله عن أحسن مهاجم أفريقي هدف. عن فلافيو. صحيح. الأهلي يلجأ لنجوم الدكة. البدر يفكر في الاعتماد على البدلاء قبل التتويج وادخار الأساسيين لأفريقيا. على فكرة نفوا هذا الكلام يعني. يعني نفوا على اساس انه ما هو اول ما الفريق هيحسم بطوله الدوري من المؤكد الكابتن حسام هتبدا. اما يحسم. لكن دلوقتي لا. لم يحسم. يقول لك قبل الحسم اهو، قبل التتويج لا. شفت عمرو سليم كاريكاتيرو وفجاه علاء الدين لقى نفسه قصاد من لا يرحم على فرقه الاهلي. مين علاء الدين بقى؟ على مصباح علاء الدين. انا مش فاهم. انت فاهم الكاريكاتير ده؟ اشرحه لي. فين المصباح علاء؟ نفسه بقى. فين المصباح؟ ها؟ والاهلي؟ طب وفين الاهلي؟ فين الاهلي؟
اللي قاعد على الدكه خايف ولا التاني؟ غامض. هربت منك يا عمرو دي. غامض. ها؟ الست اللي قاعده دي مين دي؟ ايه ده؟ ده علاء الدين اللي طلع من الفانوس. الست؟ الطفل الصغير ده؟ انت هتقعد تفسرها. مش بص الكاريكاتير لو احتاج كل اللفه اللي انت بتقولها يا شوارب يبقى ما اداش هدفه. يبقى ما اداش هدفه. لو احتاج كل المذاكره التفسيريه اللي انت عمال تقوم وتقعد بيها دي. على كل حال هو مش مفهوم. هربت منك يا عمرو دي. هو عايز يقول لك الاهلي فتوه. ايوه بس ما عبرش عن كده. لا الست بترمز للفتوه ولا الراجل اللي قاعد خايف ده هو الاهلي. علاء الدين. هو ده علاء الدين ده؟ اللي قاعد؟ امال اللي حاطه ايه يا ابو لي؟ طيب برضو لا استنى في اطار النفسنه بقى انجلترا واسبانيا لا في اطار النفسنه بقى هتلاقوها كده مرميه بس هو الدوري بقى والدوري ضعيف يا عم هو في دوري الفرق بين الاول والتاني معرفش كام نقطه وتبدا تسمع يعني جملتين ثلاثة كويسين في حق الأهلي وفي حق حسام البدري وفي حق وليد أزارو وفي حق اللي بيحصل وفجأة تتحدف كلمتين بعد يقول لك ده الكابتن صالح سليم قال مش عارف سنة كام أصل الأهلي دوري عمي في ولا عمر في وسط عمي ده هو بيقارن الدوري بأوروبا بكل الدوريات بأوروبا فيفضل دايما وأبدا لا يا عم هو ده دوري